السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المغاربة الأحرار، فين ما كنتو أي حد غادي يشوف هذا الفيديو ده كنتمنى أنكم تكونوا في تمام الصحة والعافية، وكيف ما تنقول دائما الله يحفظ البلاد هذه من كل شر. إذا إخوان الأخوات، موضوع هذا الفيديو هذا هو موضوع حادثة مأساوية لشدة الأنفال دار بدا يوم أمس دقائق قليلة قبل موعد الإفطار. إخواني أخواتي، هاد الحادثة اللي تسبب فيها واحد الشرطي مرور من بعد واحد المطاردة بوليسية لحد الدراجة نارية، واللي هاد المطاردة الدراجة النارية عفوا إخواني أخواتي اللي كانوا راكبين فوق ثلاثة ديال الناس، شاب وشابتين، وللأسف هاد الحادث طور وصل لدرجة وقوع جريمة قتل أو وفاة هاد الشاب، وكانت أحاديث حول سقوط أو وفاة شابة أخرى، لكن يمكن نقولوا إرسال شابتين أو ذوك الفتاتين في حالة خطيرة للمستشفى. فقبل إخواني أخواتي ما أنني نغوص في تفاصيل هذا الحادثة المفجع بكل صراحة وهذا الموضوع اللي بغيت نطرق ليه في هذا الفيديو هذا، كندعوكم إخواني أخواتي أنكم ما تبخلوش علينا بلايك الفيديو، وأيضا اللي كيشاهدنا أول مرة أنه يشترك في القناة بعد تفعيل زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد ديال الأعمال والقضايا اللي تنقوم بها. فإخواني أخواتي، تتعدد القضايا وتتعدد أوجه الأشكال ديالها ولكن بحال ما هاد القضايا هذه اللي كتحس بان فيها فعلا واحد النوع من التجاوز او واحد الشطط من رجال الامن. بزاف ديال المواقف اللي صفقنا فيها رجال الامن، بزاف ديال المواقف اللي شجعنا او لا يعني باركنا التدخلات الامنيه، ولكن كاينه بعض المواقف وبعض التجاوزات وبعض الامور اللي كيقوموا بها رجال الامن واللي كتدخل في اطار البروتوكولات او لا الحيثيات ديال الاشتغال ديال رجال الامن، اللي بكل صراحه خص يتعاد فيها النظر منها بحال ما هاد التدخلات. لان ماشي هذا هو الشاب الاول اللي كيتركل له الموطور وكيطيح هو موطورو، يعني هاد الحاله وهاد المساله معروفه عند رجال الامن، اللي كيوصل حدا شي موطور باش يوقفوه تركلوه، هادي معروفه عند جميع المغاربه، تركلوه وتطيح، هذا هو الامر الواقع. هاد لوجيست هاد التصرف بالضبط خاصو يتحيد، هاد النوع من عمليه التوقيف خاصها تحيد، يمكن مع شي مجرم قاتل وهرب، يمكن مع شي حد ممكن انه يتسبب في وفاه ولا في مقتل اناس اخرين وهو مجرم، لكن في حاله اللي تكون غير انسان غادي يهرب ربما ما عندوش اوراق ديال الموطور ربما امور بسيطه، فبحال ما هذا التصرف وهذاك الركل بالضبط ما خدامش، لانه كيتسبب في حوادث اللي كيكون عندها واحد الاثر بليغ، ومنها الحادثه ديال البارح اخواني اخواتي واللي راح ضحيه ديالها الشاب من بعد السقوط ديالو في ديك الحفره ديال الواد الحار للاسف الشديد، وارسال فتاتين في حاله حرجه للمستشفى في الدار البيضاء. على اي الاخوان والاخوات باش اننا نسلطوا الضوء بشكل كبير على هذا الموضوع اللي بكل صراحه شفت بزاف ديال التدخلات وديال الناس اللي هضروا وتكلموا وقالوا بانهم، وفعلا انا مع هذه المساله لان ديال ان هاد العمليه وهاد لوجيست خصو يتحيد فعلا، التصرف خصو يتحيد. كاينه حيتيات وكاينه اساليب اخرى، منها البلاكه ديال الموتور، من هاد الامور هذه، كاينين كاميرات الحمد لله اللي تيوثقوا شكون، يعني ماشي بالضروره ان التوقيف وعمليه التوقيف تكون في هذيك اللحظه، خص حتى من بعد توصل الاستدعاء ويوصل لواحد الخطيه ولا توصل لواحد المساله قانونيه اللي ممكن ان السيد او الجاني يؤدي الفاتوره ديالها، يعني تفاديا الوقوع بحال من هذه الاشياء. للاسف انا شفت مجموعه ديال الناس، يعني من بينهم واحد الشخص اللي قال انه ما يقدرش يخبي الشهاده ديالو لانه فعلا شاف الشرطي بعينه تيركل الموتور باش انه يوقفه. فهاد الامور هذه هاد الشاهد ومجموعه ديال الشهادات الاخرى فخداوهم تخداو هاد الشهادات بعين الاعتبار من طرف المصالح الامنيه، لانهم فتحوا تحقيق وغربلوا جميع الكاميرات اللي كاينين في هذيك المنطقه اللي شهدت هذا الحادث المؤسف، يعني فحصوهم وخداو كاع داك المحتوى الرقمي اللي كاين فيهم، زائد خداو هاد الشهود وهاد الناس اللي حضروا شافوا الحادثه غادي ياخذوا الشهاده ديالهم بطبيعه الحال. ففتحت المصلحه الولائيه
للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة مساء الخميس 28 أبريل الجاري، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات الحادث المروري الذي نجم عنه وفاة أحد مستعمري الطريق وإصابة فتاتين بجروح بليغة، وكذا تحديد مدى مسؤولية الدراجي من شرطة المرور في التسبب في وقوع هذه الحادثة. وأفاد بلاغ لمديرية الأمن الوطني أنه حسب المعلومات الأولية المستقاة من المعاينات المكانية المنجزة، فقد طارد دراج تابع لشرطة السير والجولان بمنطقة أمن أنفا بالدار البيضاء دراجة نارية عادية كان على متنها 3 أشخاص من بينهم فتاتان، وهو ما نجم عنه حادث مروري تسبب في وفاة السائق وإصابة مرافقته بجروح بليغة. وتبعا للمصدر ذاته، باشرت الشرطة القضائية المكلفة بالبحث تفريغ مجموعة من المحتويات الرقمية انطلاقا من كاميرات المراقبة التي وثقت الحادث بغرض الكشف عن الظروف الحقيقية لتدخل الشرطي الدراج ومدى علاقته بالحادثة، فضلا عن تحصيل إفادات العديد من الشهود ممن عاينوا وشاهدوا ملابسات هذا الحادث. ولضرورة البحث يستطرد البلاغ تم إيداع الشرطي الدراج تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي عهد به المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة للكشف عن الظروف والملابسات الحقيقية لهذا الحادث، وكذا تحديد الإخلالات والتجاوزات المحتملة المنسوبة للشرطي المشتبه فيه. وأنت كتأدي في المهنة ديالك في الوظيفة ديالك حتى تلقى راسك معتقل، كتوجه لك اتهامات، علاش؟ لانك تجاوزتي ربما، يعني كله كان ما كانش تجاوز ما كانش غادي يكون اعتقال، تجاوزتي يعني البروتوكولات المسموح بها في اداء المهنه، فهذه نقطه مهمه مهمه بزاف، ماشي غير بالنسبه للشرطه كاع الميادين، ولكن خليونا في الشرطه. كنقولوا الشطط منين كيجي من الافراد اللي خدامين في الشرطه، يعني كيستغلوا التوني ديالهم باش انهم يمارسوا واحد الشطط ولا واحد الكبت السلطوي عندهم، وعنده واحد الوظيفة كتأثر قوالي من هنا، خدمتك كتبدا حتى لهنا كتسالي، ولكن كيبغي يزيدوا فيه، علاش؟ لأن كاين هذاك الكبت السلطوي، كاين داك المحاولات إبراز الذات، أو لا يعني هكا نحن فوق كل شيء، كيكون داك الإفراغ ديال الكبت السلطوي. كنشوفوا شحال من واحد كيكون في مثلا في شي مظاهرة كيضرب من نيته، كتشوف الناس ديال الامن كيمارسوا داك البروتوكول ديال الضرب وهذه، ولكن في حد الاطار قانوني، ولكن ضروري ما كتلقى ولا واحد ولا جوج كيفرغ في داك الكبت اللي عنده السلطوي العدواني في المواطنين، وكتلقاه كيخبط في عباد الله من نيته، كيخبط باش يأذي، وكتمشي لمحالات اخرى وكتلقى نوع اخر من هذا النوع الخبيث بكل صراحه اللي كيشغل مجموعه ديال المناصب ووظائف، ماشي غير بالضبط في الشرطه وانما في جميع الميادين كتلقى هذا النوع الخبيث اللي كيستغل الوظيفه ديالو باش انه يفرغ شي نقص عنده نفسي ولا شي كبت سلطوي عنده ولا شي حاجه بحال ما تشكل في المواطنين للاسف الشديد. ولكن هذه كنصيحه لجميع الموظفين، جميع الناس اللي كيخدموا في الامن، راه كاينه اطر وكاينه ضوابط اللي نتوما عارفينها والناس ديال الامن كيعرفوها اللي كتاثر هذا الميدان، فبحال هذه التصرفات ما عندهاش حتى شي فائده، راه كيف ما قلت كاينه اليات باش ان ممكن نحاسبوا اي انسان تجاوز شي حاجه ولا دار شي مخالفه، كاينين كاميرات، كاين بزاف ديال الحوايج، ماشي بالضروره في اللحظه يتحاسب او لا يتعتقل او لا يتم التوقيف ديالو، كاين اجراءات كيفاش تال وصلوا على الدو حنا حتى العنوان ديالو حتى السكنه، كاين الحمد لله كل التقنيات متوفره في المغرب باش ان رجال الامن يشتغلوا في حد الراحه تامه في حال ما التواصل هذه. ولكن للاسف قدر الله وما شاء فعل تصرف همجي بكل صراحه، تصرف همجي باش ان واحد الانسان غادي على موتور هارب لك ولا ما هاربش وتضربوا بهذيك الطريقه، ما هو مجرم، ما هو بزناز، ما هو حتى شي حاجه، داير مخالفه ولا هز 3 ديال الناس، هو اصلا مخالف القانون، ولكن ماشي حتى لهذ الدرجه ولا هذا النيفو ديال ان
تصل وترك الموتور وتطيح، سواء طاح يعني في تلك الحفره، سواء طاح في التروطوار، سواء طاح على اسمه، راه كان غادي يكون حجم الاذى كبير، لان التصرف ديال الركن ديال المواطن كنشوفوه وكنعينوه من رجال ديال الامن اللي كيمارسوه على المواطنين. بكل صراحه ما فهمتش علاش، واش هذا نوع كما قلت سلفا نوع من تفريغ الكبت السلطوي، الله اعلم. فالمصالح الامنيه خصها تعين النظر في المقاربات ديالها وفي البروتوكولات ديالها في عمليات التوقيف. الى هنا الاخوان والاخوات، جيت الختام ديال هذا الفيديو اللي سلط فيه الضوء على هذا الحادث المفجع اللي هز مدينه الدار البيضاء يوم امس. كنتمنى فضلا وكرما منكم اخواني اخواتي انكم ما تبخلوش علينا بلايك لهذا الفيديو، وايضا بالاشتراك في القناه اللي كيشاهدنا اول مره، والمشاركات مع المتمنيات لكم برمضان، يعني صيام مقبول ان شاء الله بحول الله، وتمام الصحه والعافيه، ونتلاقى معكم في قادم المواعيد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.